اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتحدثوا على تفعيل الباير. في السابق كنت تحدثت وشرحت طريقة تفعيل حساب باير، لكن الان باش نقدم تجربتي الشخصية في التفعيل على الباير وبعض النصائح. ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناة عالم امين، والعدوى السوسرية والتساؤل يجب متواصل معنا على صفحة رسمية الخاصة بين عالم امين على فيسبوك، وكذلك على انستغرام، الرابط القهوة في صندوق الوصف. الان نتوجه الى الباير. هذا فيديو انا صغير عملته باش نشرح لكم اكثر تجربتي وبعض النصائح. الذي لا يملك حساب في الباير في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت نخلي لكم مقالة فيها كل التفاصيل، فيها كيف تسجل وكيف تشتغل وتربح وتتداول في الباير. على كل هذا مش موضوعنا. بعد ما سجلت والكل الان باش نشوفوا طريقة التفعيل. في الاعلى انا شخصيا بالحاسوب يعني بالبيسي تضغط على هذا المكان الفلاش وتضغط على جو المقابلة لفيريفيكاسيون. الان هو غير مفعل، يقول لك verification is not completed، ما اكملناش التفعيل. وكما قاعدين تلاحظوا الحد الاقصى للسحب من الباير اليومي اللي هو 999 دولار، ديجا هو رقم كبير. بالنسبة توضيح مهم، اللي عندهم حسابات باير قديمة يعني عندها سنوات ولا حتى السنة الماضية تقدر تشتغل على العملات الرقمية، تعمل ايداع وتعمل سحب بالدولار بالاورو بالروبل بالبيتكوين ليتكوين كما تريد. اما بالنسبة للحسابات الجديدة اللي عندهم شهر ولا عملوه الايامات هذية تقدر تشتغل عليه عادي بالدولار بالروبل بالأورو، لكن العملات الرقمية لا يمكن أن تعمل إيداع وتعمل سحب بالنسبة للليتكوين والبيتكوين والتيركس الموجودين في الباير إلا ما تفعل حسابك. وذي أنا علاش نشرح الآن في التفعيل. به نزلوا الأسفل تخلي معلومات الخاصة بيك، أنا شرحته سابقا هذا يعني تخلي الاسم وتخلي التاريخ الميلاد وتخلي البلد اللي أنت تنتمي لها، تضغط على Go Next. الأمر ليس بالصعب. كذلك في هذا المكان تخلي رقم الهاتف الخاص بك ويأتيك ميساج وإلا رقم يتصل بك وأنت تخلي الكود، كذلك شرحتها في الفيديو السابق. تضغط على Go Next. الآن نوصل للمهم والمفيد. هنالك يعني مرحلتين وإلا وثيقتين يجب أن ترسلها إلى الباير. المرحلة الأولى واللي هي تخلي الباسبور جواز سفر والا الاي دي كارت والا درايفر ليسنس يعني رخصه سياقه. بالنسبه لتونس بطاقه التعريف ما تستغلش انا بالعربيه. شخصيا تجربتي خليت جواز سفر، اول ما خليت جواز السفر صورته بالهاتف لم يتم قبولها لان الصوره غير واضحه. شنو عملت بالضبط؟ توجهت للبيبلينات والا اي شخص يعمل امبريمي للصوره ولا اي وثيقه يعني نسخ ضوئي لاي صوره. نسخت الوثيقه هذه الباسبور من مع الوجه الاول والثاني يعني الوثيقه واصبحت بي دي اف وخليتها في هذا المكان. بعد مده قصيره تم قبول هذه الوثيقه، ما تحدثوش عليها. المشكله وين؟ انا مشكلتي الشخصيه كونه في البروف اوف ادرس، لا أملك وثيقة يعني فيها العنوان واسمي باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية. هذه المشكلة اللي تواجه العديد من الناس. شنو الحل؟ معناتها هي شنو الوثيقة اللي تمشي في تونس؟ احنا نحكي في تونس روليفي بانكير، كشف حساب بنكي. معناتها يبدأ يكون فيه اسمك ويبدأ يكون فيه عنوانك بالفرنسية ولا بالإنجليزية. هذه اللي عنده حساب بنكي يقدر يقوم بها وإلا باتيندا. بالنسبة للبلدان الأخرى يمكن عندكم وثائق باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية تقدروا تخليها ويكون مع التاريخ متاحها قبل 90 يوم. ثم حل آخر اللي هو يعني تلاعب صغير، كونك تعمل تعديل للوثيقة هذه، تخلي فيها اسمك وتخلي فيها العنوان. هو معناتها ماهيش مضمونة 100%، انا شخصيا مازلت ما جربتهاش. وكان فعلت الحساب الباير تنقل لكم وننشر فيديو اخر هذا توضيح وهذه نصائح فيما يخص الباير. تخلي الوثائق هذه وان شاء الله يتم قبول حسابك، ولانه تقدر تشتغل عبر الباير من دون تفعيل.
إن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة تخص العمل وربح الإنترنت ومحتوى آخر مختلف وجديد. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.